عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، انزلي حالا اشتركي فيها، واهم حاجه تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. ايه رايكم كده وانا بعيده عنكم؟ إيه كده احسن ولا وانا قريبه كده؟ يعني اللي انتوا عايزينه قولوه، بس انا حاسه كده ان انا في مساحه كده وهعرف اوريكم الحاجه اكتر ومرتاحه كده اكتر، يعني إيه بدل ما انا كنت هبلعكم. يعني اعملوا لي كومنتات على الفيديو ده حلوه زيكم، ولايكات زي العسل عشان انا عايزه دعم كبير جدا 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 عشان اعمل لكم سلسله من الفيديوهات الروشه اي حاجه خالص. النهارده مشتريات، ولما بنقول مشتريات بنقول شابو ميرا. مشترياتي في حاجات هستخدمها وفي حاجات هشيلها لجهازي طبعا كالعاده. يعني انتوا حفظتوا اكيد ان مشترياتي بتنقسم لاتنين، حاجات بستخدمها وحاجات بشيلها. يلا بينا نبدا، وهبدا طبعا بالحاجات المحببه على قلبي اللي انا لسه جايباها من يومين بس ونصها خلصت. المناديل دي ليمور، دي احلى مناديل انا بستخدمها وبرتاح عليها جدا ورخيصه زي ما قلت لكم، التلاتة ب10 بس يعني يا بلاش. فدي طبعا انا هستخدمها، انا اوريدي اصلا بستخدمها. فدي كده لازم تكون مشترياتي. جبت 3 ب10 اول امبارح وخلصت 2، لا خلصت واحدة قصدي، والتانية يعني بتخلص خلاص يعتبر خلصتها، والتالتة اللي هي المقفولة اللي لسه موريها لكم دي. تاني حاجة جبناها هي العروسة دي جميلة قوي قوي قوي، شايفين شكلها كيوت قوي وعسولة اهي شكلها. جايبينها للبيت طبعا، بس انا لازم اجيب منها 2 أو 3 في جهازي او واحدة عادي. يعني شكلها كيوت قوي، دي للعرايس يعني انصحكم ان انتوا تجيبوها في بيوتكم، بالذات العرايس الشبه يعني وكده وعايزين يتجوزوا فدي شكلها كيوت قوي في اوضه الاطفال او في اوضه النوم. ممكن تجيبي واحده بينك او لونها احمر وتحطيها في اوضه النوم بتاعتك، قد ايه هتدي شكل رائع وجميل، وقد ايه هتريحك كده وتخليكي شمالة كل ما هتشوفيها هتقعدي تضحكي وكده، فتضيف لشقتك مود حلو قوي. فدي بحبها قوي، وكانت من الحاجات بجد اللي انا فرحانه جدا ان انا اشتريتها، بس شارينها للبيت للاسف مش للجهاز. ففي جهازي بقى هجيب، بس انا فرحانه جدا يعني ان احنا جبناها في البيت كيوتة. يلا بقى نبدا بقيه الحاجات الخطيره. بس كل الفيديو ده على فكره حاجات مهمه بنات، انا مش جايبه حاجه تافهه خالص بجد ما عدا الحاجات دي. بصوا ده كده عارض خطيبي لقاه وهو ماشي، يعني دي لقى حد بيبيعه فجابهولي. انا فاهمكم، ده اللي هي دول المشط ده، بصوا شايفين شكله المشط البلاستيك العادية خالص دي، وزونن ده بتاع الحلاقين ده، وده وده. طبعا دول اشهر من النار على العالم عند الناس كلها، فلقى دول كلهم كان معاهم كمان فرشه بلاستيك لقاهم بعرض ب5 جنيه بس فجابهم لي. عارف ان انا بحب اشيل حاجات كتير قوي، فقال لي لقيتهم لك في عرض قلت اجيبهم لك وانت بتحبي العروض قوي. فبصراحه يشكر يعني ان هم جابهم لي، انا حبيتهم اصلا يعني ان هم جايين منه بجد. وكمان كتير قوي حلوين هم، اول الماتيريال بتاعتهم عاديه خالص وشعبي وكده. انا لسه هجيب حاجات التركي والالوانات وكده، بس دول هينفعوني انا احطهم برضو على التسريحه. الحاجات دي ممكن اخصصها له هو، بس ان الرجاله بيحطوا جل وكده وانا مش عايزاه ابوظ الحاجات اللي انا هجيبها، الخشب والحاجات دي، فممكن اخصصهم له هو فعلا. بس كانوا جايين في الكيسه بتاعتهم اللي هي دي عادي. بعد كده جبت ده، حرف ده حرف الايه اهو، حرف الايه ده عشان انا بكون اسمي انا وخطيبي، فانا ماري ام اي ار واي، ومرون ام اي ار او ان، فبجمع الحروف عشان اكتب الاسامي بتاعتنا في الشقه، هعلقهم يعني هنفخهم وهعلقهم. تعرفين بقى اسبوع الاسبوع بقى اول اسبوع في الفرح وكده، وانا عايزه يوم الاسبوع بتاعي تكون شقتي متزوقه كحاجه كده فيها بهجه بقى والناس جايه لي بقى وكده، فعايزه اشوف شقتي جميله. وعندي دي برضو حرف الواي من ماري اخرها واي، فالحروف كيوت قوي وصغيره، وكمان اقدر اتحكم فيها يعني اقدر مثلا اكتب الاسمين في مكان واحد لانهم صغيرين، فاهمين قصدي ايه؟ الحاجات دي جميله قوي يعني، خدي الفكره دي مني
ان انتي يوم السبوع بتاعك اكيد طبعا في عرايس لسه متجوزه بقى لا يوم او يومين بيسمعوني، فيوم سبوعك اعملي كده، او لو انتي لسه متجوزتيش او لو انتي لسه متخطبتيش اصلا خدي الفكره دي وبقي نفذيها عادي. تعالوا بقى نبدا ده كده فازلين الطبي my favorite thing in the world. بجد يا جماعه اجمل حاجه في الدنيا الفازلين، بصوا بقى مقفول كده تحفه قفلته جميله. ده ب 20 جنيه، الحجم الصغير بتاعه، الحجم الكبير بتاعي عامل 35 جنيه. تمام، تعالوا بقى نيجي لحاجات جهازي. كل ده حاجات في جهازي، كل ده حاجات في جهازي. تعالوا بقى نبدأ. طبعا 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 جبت فيوسيدين اشيله في جهازي. فيوسيدين ده من الحاجات اللي انا بعشقها قوي 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 في المضادات الحيوية عموما، ما بقدرش استغنى عنه في البيت. طبعا احنا جايبين حاجات للبيت بره، انا قلت هوريكم حاجات جهازي بس لان الحاجات مشابهة. حبيت اجيب منه واحد فيوسيدين عامل 35 جنيه، اهو من المضادات الحيوية الفعالة جدا واللي بتبان نتيجتها من اول يوم، فانا حبيت اجيبه في جهازي. جبت بارامول دواء السخونية عشان لا قدر الله لو انا او هو سخنا فجأة ومفيش وقت ننزل مستشفى او عايزين نلحق نفسنا فناخده منه. تمام، بصوا انا بعمل حساب لكل حاجة. طبعا جبت حبيبي البنات كلها بريدوكاين، بريدوكاين اهو ده اللي هو الكريم المخدر بتاع السويت ده، بيقولوا ان هو بيخفف الم السويت. انا الحقيقه ما جربتوش، انا جايبه 2 اشيلهم وبعد كده هجربه مع السويت وهقول لكم تجربتي معاه، بس انا مبدئيا جايباه للجهاز بتاعي اللي هو بقى يعني انا عمري ما جربت اعمل سويت ببريدوكاين، فلازم اجربه لازم يعني. تعالوا بقى نشوف جايبه ايه تاني في جهازي. بصوا انا جايبه حاجات يعني ممكن الناس تفكر ايه ده، طب هي عامله حساب لحاجات دي ليه يعني لسه بدري او كده، او ليه اصلا تعملي حساب ان انت ممكن تتعبي؟ يا جماعه الحاجات دي مش وارد انها تحصل يعني لازم. بصوا بقى ده كوميتريكس بتاع نزلات البرد، هو 20 قرص. تمام اهو ده، قلت لو عندنا برد كده دواء برد يا جماعه دي، ده طب عندنا في البيت يعني ده عند معظم البيوت، دواء البرد ده حاجه اساسيه كده في البيت، اللي ما عندهاش دواء برد يا جماعه يبقى مش ست مصريه اصيله يعني. اوريكم من جوه كده، اه ده شكله احمر كده برضو جايباه اشيله. تعالوا بقى نشوف ايه تاني. طبعا جايبه انتينيل بتاع دايريا او الاسهال عادي يعني. احنا حاجات واردة برضو انها تحصل يا جماعة، فاحنا يعني عادي عادي. ده كريم كيناكومب بتاع، طبعا احنا عارفين هو بتاع التسلخات يعني عادي يعني ما فيهاش كسوف، دي الحاجات دي عادي انها تحصل. ايه ده هو متبرشم، او ماي جاد. ما علينا، انتوا عارفين طبعا كيناكم بتاع التفلخات. كده الحاجة خلصت بتاع جهازي، كده اصلا الفيديو بتاعي خلاص. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسوش اهم حاجة لايك للفيديو ده واشتراك للقناة، واهم حاجة تفعلوا زر الجرس على الكل. يا جماعة يعني ايه زر الجرس؟ زر الجرس ده لما انت بتعملي اشتراك بيظهر جنبه جرس كده بتدوسي عليه، هتلاقي كلمة على الكل دوسي عليه عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله. يعني انت اتفرجتي على الفيديو ده بكره مثلا هنزل فيديو جديد فيوصلك اشعار ان ميرا مرون نزلت فيديو جديد، فاهمين الفكره عامله ازاي؟ كده بقول لكم فعلوه عشان ما تلاقوش مثلا فيديوهاتي بالصدفه، لا تكونوا عارفين فيديوهاتي. انا بنزل في العادي يعني فيديو كل يوم وبيبقى طازه، ما فضيتش بنزل فيديوهين كل يومين، وساعات بصور 5 6 فيديوهات في يوم واحد، بس الموضوع ده بيبقى مرهق عليا قوي وبنزلهم كل يوم، فانا مواعيدي مش بتبقى محدده عشان انتي مثلا تكوني عارفه فتدخلي على القناه وتشوفي، لا انتي اعملي زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو يوصلك اشعار على طول تتفرجي عليه. مش اهم حاجه بقى الكومنتات العسل، زيكم استنوني فيديوهات جديده، واتمنى يكون مشترياتي الحلوه الجميله دي بالنسبه لي عجبتكم انتوا كمان، و رمضان كريم وكل
باي تشاو.